بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نستعين، ومنك يا الله نطلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. نجدد بكم اللقاء والتحية، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المساء مع انطلاقات وتحديات أشواطنا الجذاع وتحديات الجذاع. هكذا وقبل لحظات أعلنت بداية وانطلاقة شوطنا السابع للجذاع البكار ضمن أشواطنا المفتوح وتحديات هذه الأشواط في هذا المساء، كما نهني ونبارك لجميع الفائزين في أشواطنا السابقة وفي هذا الشوط وفي قادم الأشواط كل التوفيق لجميع المشاركين. مشاهدين الكرام، نسير بحضراتكم ضمن تحديات وانطلاقات هذا الكرنفال الكبير، مهرجان خادم الحرمين الشريفين لعام 2024، بدعم سخي ومكرمة لرياضة الهجن العربية الأصيلة من درة الميادين من عاصمة المملكة العربية السعودية. ميدان الجنادرية يحتضن هذا الحدث الكبير. نسير إلى مقدمة الشوط لنتابع وتتابعون الصدارة والمقدمة في هذه الرحلة المصاحبة. 6 كيلومترات هي الحكاية والرواية الحاضرة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. الصدارة والبداية الأولى، هجن الرئاسة تتقدم في هذه اللحظات مقدمة الشوط ومندفعة في هذا الشوط، مع هجن الرئاسة المندفعة مع كضة على الصدارة. كضة تتقدم بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتابع لنا كضة مع صدارة الشوط، بينما المركز الثاني من تحت المركز الوصافة من تأتي في هذه اللحظات متقدمة مندفعة، مع هنا بنت عشاق بشعار سالم بن سهيل بن صالح العامري. من يقدم لنا بنت عشاق على المركز الثاني تحت المركز الوصافة، بينما ثالث الأسماء وثالث الشعارات المتقدمة في هذه اللحظات. أتابع وتتابعون شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان مع النادرة المتقدمة بقيادة الصادق فضل الأمين. من يتابع لنا في هذه اللحظات النادرة على المركز الثالث والمركز الرابع، هنا القدوم والتقدم من رابع الأسماء. من تتقدم براقة وهجن الرئاسة المتقدمة في هذه اللحظات مع براقة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتابع ويقدم لنا براقة في هذا الشوط وفي هذه اللحظات مندفعا مع البداية مع كضة، ويأتي لنا ببراقة مع إمداد قادم في هذه اللحظات، بينما خامس الأسماء خامس الشعارات المتقدمة شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان مع شديد الصادق فضل الأمين. وسادسا أتابع وتتابعون شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان مع ودق على المركز السادس علي بن سعيد مبروك الوهيبي بعملية التضمير. سابعا تتقدم هنا هجن الشحانية مع قيادة، هجن الشحانية من تأتي بقيادة وبقيادة كذلك من سالم بن جابر بن فاران المري، بينما ثامن الأسماء حضور من مداهمة سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة مع بقيادة سعد بن محمد بن صافية. من يتابع لنا مداهمة، من بدأ تداهم مداهمة صعبة ومواجهة صعبة في هذا الشوط. تاسعا هجن الشحانية من تقدم لنا في هذه اللحظات مواقف مع هجن الشحانية. وعاشرا لنختتم به النداء مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، هنا أتابع سعيد بن علي بن سعيد برايا يتقدم مع شوهين. هكذا هي الأسماء العشر، الأسماء المتقدمة، وأتممنا على مسامعكم العشر الأسماء المتقدمة. نعود ومن نداءنا الأول نتحول بحضراتكم مع انتصاف المسافة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى البداية الأولى
لا زالت هجن الرياسة متقدمة في هذا الشوط مع اندفاعات كظة وأداء كظة من تقود الصفوف الأمامية. هجن الرئاسة من تسيطر في هذه اللحظات سيطرة تامة على هذا الشوط مع الصدارة ومع البداية الأولى مع أول العناوين. شعار الحمر يحضر بكل خطر في هذا المساء، بينما المركز الثاني مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء بنت عشاق تقترب في هذه اللحظات. سالم بن سهيل بن صالح العامري من يقدم لنا بنت عشاق على المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء والحضور والتواجد في هذه اللحظات أحضرت وتتقدم براقة. هجن الرئاسة تقترب في هذه اللحظات على المركز الثالث مع براقة، بينما رابع الأسماء رابع الشعارات شعار سمو الشيخ إذياب بن سيب بن محمد بن خليفة آل نهيان مع النادرة وبقيادة الصادق فضل الأمين من يتابع لنا النادرة على المركز الرابع والخامس. هنا هجن الشحانية بدأت بالظهور والاقتراب، تقترب مع الخامس والسادس والسابع في هذه اللحظات مع الهجوم. الهجوم هجوما من هجن الشحانية قادمة ومقدمة لنا شديدة ومواقف، وكذلك مقدمة لنا في هذه اللحظات قيادة. هكذا هي الأسماء من هجن الشحانية القادمة في هذه اللحظات. اقتربت شديدة في هذه اللحظات، غيرت بدورها من مركز إلى مركز. نعود وبحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة وإلى البداية الأولى. لا زالت كظة مع الصدارة في هذه اللحظات، لكن حصل تغيير، غيرت بنت عشاق في هذه اللحظات، غيرت إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى البداية. غير سالم بن سهيل بن صالح العامري العامري العامري، غير مع مقدمة الشوط، لكن العامري يتابع. أسماء الرنانة قد تواجدت في هذه اللحظات، كظة والقادمة الواصلة هنا شديدة 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 شديدة، غيرت من مركز إلى مركز، من الخامس إلى الرابع إلى الثاني إلى مقدمة الشوط. هجن الشحانية تتقدم في هذه اللحظات متسللة مع صدارة الشوط ومع المقدمة ومع البداية الأولى مع شديدة. سالم بن جابر بن فاران من يقدم لنا شديدة. الذهبي يتقدم في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط ومع الصدارة ومع البداية. هجن الرياسة تحاول في هذه اللحظات، هجن الرياسة تقترب مع كظة والقادمة براقة. أحضرت براقة في هذه اللحظات مع هجن الرياسة، وهنا بنت عشاق رابعا، لكن الصدارة والبداية شحانية حتى هذه اللحظات مع شديدة 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 شديدة. تحضر الشدة في هذه اللحظات مع البطلة شديدة، بطلة في هذه اللحظات متوجة بهذا الشوط. الله 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 على هذا الحضور، حضور وإبداع وإمتاع، حضور كبير من هجن الشحانية تحضر بحضور الأبطال في هذا المهرجان. يا سلام على شديدة، يا سلام على شديدة وعلى أداء شديدة الممتاز والكبير على أرضية هذا الميدان مع الذهبية التي يحضر بكل ذهب، ذهب لا يصدى يحضر في هذا المساء. السلام شحانية، السلام إلى هجن الشحانية، أداء ممتاز 100 على 100 مع هجن الشحانية، تخطف النوماس والانتصار مع شديدة 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 شديدة. تهانينا والنوماس لهجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثانية وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام لؤلؤة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وثالثا هجن الرياسة مع براقة، والمركز الرابع مشاهدينا الكرام سالم بن سهيل بن صالح العامري من قدم لنا بنت عشاق، خامسا شعار سمو الشيخ ذياب بن سيب بن محمد بن خليفة آل نهيان من قدم لنا النادرة. مشاهدينا الكرام ومتابعينا إلى أعزاء الأفاضل، هكذا كانت النتيجة وكانت شديدة بطلة لهذا الشوط، منتزعة النوماسي
والانتصار في شوطنا السابع. تهانينا والنماس لهجن الشحانية تحضر في هذا المساء بكل إبداع وإمتاع. مشاهدينا الكرام نشاهد وإياكم كما تشاهدون أمامكم على الشاشة ولحظة وصول شديدة بطلة متوجة بهذا الشوط. نشاهد التوقيت الزمني لحظة وصول شديدة. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء التوقيت الزمني لحظة وصول شديدة 9:05 29 جزءا من الثواني. هكذا كان توقيت شديدة لهجن الشحانية. ثانيا من أتت عند اللحظات الأخيرة لؤلؤة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. وتوقيت لؤلؤة 9:06 35 جزءا من الثواني. ثالثا هجن الرئاسة مع براقة 9:07 سبعة أجزاء من الثواني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لشوطنا السابع. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء الأفاضل تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين في أشواطنا السابقة. وفي قادم الأشواط نتواصل وإياكم ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين.